أركيديا تعود إلى الأضواء من جديد. بعد انتظار تجاوز 3 سنوات، أخيراً المبنى التجاري أركيديا يخرج من غرفة الإنعاش ليطمئن جمهوره أنه على قيد الحياة. لمن لا يعرف أركيديا، أركيديا هو المبنى التجاري الذي يقع على كورنيش النيل، وكان يحتوي على الكثير من المحلات والمقاهي. طالت أحداث البلطجة ابان ثورة 25 يناير الكثير من الضحايا، والتي كان إحداها أركيديا. وكانت بوابة أخبار اليوم في مقدمة الزوار للمبنى بعد إنعاشه مرة أخرى، وقمنا بجولة لنتعرف من الملاك بأنفسهم على الوضع الحالي. هو اللي حصل يوم 28 اللي هو يوم الجمعة، يوم جمعة الغضب. طبعا المول هنا كله سرق واتدمر خالص، ويا ريت سرقوا بس، يعني هم سرقوا وبعد ما سرقوا حرقوا المول كله، حتى السكن اللي فوق برضه سرقوه وولعوا فيه. فطبعا كانت خسارة كبيرة لينا كلنا. طيب مين اللي اتحمل التكاليف هنا تاني؟ هل انتوا اصحاب المحلات ولا كان في تموين من بره ولا كان في تأمين؟ لا دي بصراحة انا ما عرفتش عنها حاجة. سرقوا كل حاجة، حتى الاسبوتات بتاعت المحل خدوها. ما حصلتوش على اي تعويضات يعني تقصد من اي جهة؟ لا دي ما عرفتش عنها حاجة. طيب ما بتعتبروش ان وجودكم دلوقتي في المكان في الفترة دي كمان مع الرئيس اللي لسه هيجي وان في احتجاجات كتير، مش بتعتبروا ان دي مجازفة في ان انتوا تبقوا موجودين هنا؟ هو صراحة يعني اقول لحضرتك حاجة، من المحل هنا بتاعنا تمليك. تمام. فكده كده لازم نرضى. تمام. حتى نشجع كمان بقية المحلات التانية انها نرضى. طب عاملين تأمين على المحل لما اتعمل تاني ولا مفيش تأمينات؟ من غير التأمين. دي برضه ما بتاعت صاحب المحل بتاعت صاحب الشركه ما عرفش حاجه. هو احنا لسه ما قلناش على المحل او مش تأمين على المحل، ايه التأمين بتاع الأمن نفسه؟ الأمن الأمن طبعا هم جابوا شركه تبع الجيش، شركه حراسات درجات والكلام ده كله، مسلحه مع اسلحه طبعا احسن يعني، غير الاول كانت افراد امن عاديه معاش سلاح او كده، وغيروا البوابات بتاعت المول، خلوها بوابات يعني كويسة اللي تتقفل، غير الأول كان سكريت بس يعني. مش خايفين ان انتوا موجودين في الوقت اللي في احداث دلوقتي؟ خلاص بقى يعني، الأول كانت يعني كان ثورة، كان في طبعا كل حاجة ضايعة، دلوقتي الوضع اختلف يعني. مش خايفين ان في مشكلة ما بين الاخوان عشان السيسي و لا ربنا يستر يعني، بس مفيش أي حاجة والكلام ده تحصل خلاص يعني. عملتوا اي دعاية للمحل ولا منتظرين الدعاية بتاعة المول نفسه؟ مستنيين دعاية المول يعني. عبد كانت طبعا موجة الثورة، لسه قبل الثورة بيوم جمعة الغضب كنا موجودين كنا شغالين عادي، فحصل هيجان الافتتاحيه ساعتها طبعا كنت انا موجود هناك. سمعنا بقى في صوت من بره ان في حد جاي على المول بس تبع المباراه، يعني ان في اشعه طلعت بره في الدنيا، قالوا ان المول ده تبع جمال وعلى المباراه. طبعا انت عارفه السبتيه والدفران دخلوا علينا ما خلوش حاجه، قعد الدنيا من الساعه 6 مساء لتالت يوم برضه الساعه 6 مساء. هو زي ما انتوا اكيد كل الناس سمعت يعني، زي اليوم اللي قالوا لحظر التجوال ده هجموا على المول هنا، الدنيا باظت خالص. من قبل الثورة ولا من بعدها؟ من قبل الثورة. طيب ايه الخسائر اللي حصلت لكم هنا؟ لا كتير. كل المحل ولا؟ لا المحل كله. كان في اي حرايق ولا السرقة بس؟ لا السرقة والحرايق، لان السقف كمان بايظ بتاع المحل وما فيش حاجة بتلاقيها في المحل خالص. تمام. كان في اي تعويضات؟ التعويضات حصلت. من مين؟ من الوزارة، وزارة المالية. عدلت الخسائر اللي انتوا خدتوها ولا ما؟ لا طبعا. كان بنسبة حوالي قد ايه الخسائر؟ يعني الخسائر 250,000، التعويض جه 50,000 جنيه. طيب مش معتبرين ان وجودكم دلوقتي مجازفة؟ شغلي غصب عني اعمل ايه؟ مكاني برضو مش هقدر اسيب مكاني. طب ايه رأيك في التأمين دلوقتي بره؟ هل في اختلاف ولا نفس التأمين اللي كان موجود على مكاني؟ لا في اختلاف طبعا. ايه اللي فرق؟ كتير جدا. على الأقل خالص كفاية البوابات الحديد اللي اتعملت دلوقتي بتقفل الساعة 12 دي. دي كفايه ما كانتش موجوده يعني.
في اقبال من الناس ولا يعني؟ هو لسه الاقبال مش شديد بس ربنا يكرم يعني، لان لسه الافتتاح كده كده ما تمش. عملتوا اي دعايه للمكان ولا كان هي الحفله لا الحفله اللي اتعملت ديت وبعدين دي لسه الافتتاح التجريبي، لسه دي البدايه مش هي دي الافتتاح يعني. تمام ماشي. سؤال بقى، تحب تقول ايه رئيس مصر اللي جاي؟ ربنا يقويه على الشعب المصري بس مش اكتر ولا اقل. ان شاء الله باذن الله. مش خايف ان تقوم ثوره تانية؟ كله على الله، انا مش هتفرق معايا حاجه. جزفت بكل ما املك في مره وكل حاجه راحت من قدام عيني، انا كنت واقف ما هو يوم 28 وشفت كل حاجه بتروح قدام عيني، فمش فارق معايا حاجه. خلاص شفت الموت مره فمش فارق معايا حاجه. طب شايف ان لو السيتي هو اللي جه هيبقى زيه زي مبارك ولا هيبقى فيه حاجه مختلفه؟ لا اكيد في اختلاف طبعا، لان الشعب طلع خلاص مفيش حد يقدر يسيطر عليه، مفيش مبارك تاني. ميرسي قوي حضرتك. لا لا ده الصورة يعني. اولا مبروك على المحل. الله يبارك فيك. فتحتوا امتى؟ احنا من يوم 15/5. 15/5 عملتوا اي دعاية للمحل ولا؟ هي كده كده في المول نفسه عامل دعاية في الاهرام وعامل فيه في كذا مكان تاني. تمام. يعني اعلانات. في اقبال ولا؟ لا لسه مفيش حاجة والله. ممكن يكون حتى في اقبال بسيط بس العميل بيخش بيلاقي المكان معظمه مقفول فما بيكملش بيرجع تاني. هنا ملاك ولا مستأجرين؟ لا احنا هنا ملاك. من قبل الثورة ولا؟ من قبل من اول بداية المولي. ايه الخسائر اللي حصلت؟ الخسائر مثلا في الديكورات، المكان طبعا اتبهدل خالص من الحريق، ارضيات الكلام ده، وغير الشغل طبعا السرقة طبعا اللي حصلت، ومعظم الشغل حتى اللي معرفوش يشيلوه اتحرق مع الحريق، غير بقى الخزنة أجهزة الحاجات دي كلها راحت طبعا. كنتوا عاملين هنا أي تأمينات على المكان؟ يعني موضوع التأمين ده أنا ما عنديش خلفية بيه قوي يعني، برضو صاحب المكان هو أدرى مني في الموضوع ده، أنا هنا من يعني المدير المعرض، لكن الدواخل دي قوي هو معايا. ما تعرفش حاجة عن التعويضات؟ لا ما بيكلمش فيها خالص يعني مهما يكون ظروفه هو عايز يعني هو دماغه فيها ايه ما اقدرش احكم. طيب. بيتكلمش خالص في الموضوع ده. شايف ان في فرق في التأمين بتاع المكان ولا؟ لا المكان طبعا مؤمن بطريقة احسن من الاول خالص، في بوابات المداخل الامن نفسه، لا في حاجة مختلفة، بس المهم ان هي تكمل بالعميل اللي داخل، مش الفكرة ان مؤمن وبس. طيب ناويين تعملوا بعد كده دعاية تانية قدام شوية لما المحلات تفتح ولا لسه لما نشوف بس الوضع ايه؟ انا طبعا ما اقدرش اصرف على دعاية من غير ما الاقي عميل يخش لي، انا يعني المكان لوحده كده بيستهلك فلوس ولسه ما بيخشلوش مبالغ يعني، انا المفروض في نور في صيانة في الحاجات دي كلها ما هي شغالة على المكان ولسه ما فيش اي حاجة بتخش يعني، ما اقدرش احكم دلوقتي، لكن ان شاء الله ممكن بعد كده لو لقينا الاقبال كويس على المكان نعمل بقى دعاية في الاهرام ونعمل في الاخبار نعمل في الوسيط، احنا دايما كنا بنعمل اعلانات زي كده. طيب في ناس بتقول ان كان في اشاعة ان جمال وعلاء هما ملاك المكان وعشان كده ان الناس دخلت على الحرق دي، شايف ليه علاقة؟ لا لا خالص، ثم كارفور نفس الفكرة ما لهمش دعوة برضو بالموضوع يعني، ما اعتقدش ان دي هنا، يمكن مكان صعب شوية عشان ورانا في عشش وفي مساكن في حاجات صعبة شوية، فكانت فرصة طبعا، وكان المول نفسه كان فيه حاجات قيمة جدا طبعا يعني، في معروضات وفي فلوس ومعروف ان مكان بيخشوا ناس وكان فيه عملاء كتير بتخش، فكان طمع اكيد فيه. بمناسبة بقى احنا في فترة
انتظار الرئيس القادم. تمام. تحب تقول ايه الرئيس مصر اللي جاي؟ انا احب اقول له يعني يا ريت يتقي ربنا في الشعب بس هي دي اكتر كلمة هتبقى ملمة بكل حاجة. طيب. بس هي